السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل، بارك الله فيكم. الله يوفقنا وإياكم ويبارك فيك، تفضل. بارك الله فيكم يا شيخ. لو سمحت، عندي سؤالان. هناك بعض الأشخاص هداهم الله يسربون الامتحانات وتنتشر على الإنترنت. يسربون الامتحانات وتنتشر حقيقة أو ظنا؟ يعني أسئلة ممكن تكون صحيحة وممكن تكون خاطئة. طيب، ما السؤال؟ تسريب الامتحانات لا يجوز. نعم، هل يحرم على الطالب مراجعة هذه الأسئلة؟ لا، هو يعني عموما إذا انتشرت على النت وكل الناس تراها، لا نحرم عليك أن ترى، أنت شأنك شأن الناس، لكن الإثم على من سربها، نعم، لأنه خائن للأمانة. بارك الله فيكم. السؤال بطريقة أخرى، يعني تقريبا دائما يحدث غش في لجنة الامتحان، والممتحنون يتبادلون الإجابات، والطالب انت عارف ان الذي الغش ما نستطيع ان نتكلم يا اخي الا بحديث الرسول: من غشنا فليس منا. لا توسع في الكلام هذا الموضوع.